سميتني زكي علشان زكي حيكون زكي وبرضو ما طلعت زكي. وطلعت ايه قول يا زكي؟ طلعت حتتك زكي قلبي الحنين قهوجي غرقان في حلة قرنبيط اكسر شمال اكسر يمين الاقيني نازل في المحيط يغطس وميت بالزكي. اسمي زكي. ايوه زكي امي اللي سمتني زكي. طب يا زكي خليك زكي خليك كده سوى حويط احسن زبون يسقيك ليمون وتلاقي اخر الزمر طير. ده انا زكي وكلامي طيب قوي قوي انسان بسيط عندك امل تمسك عمل ان شاء الله سوق لي به عبيط ان شاء الله سوق لي به عبيط. نفسي اشبط نفسي اشب واقف باطلع من الغويط وما يتحبس في يوم زكي. طب يا زكي خليك زكي طبعا عشان تعيش بين القلوب احسن تسوق تدخل في سوق ايهمك شحنة فوق 50 خروف مكتوب على جبين الشقة والبهدلة والبعزقة واوصل لحبل المشنقة على اي حد بسرعة لوح علشان بسيط ومش لبق وفي اي حد بتتخبط مع اني سوى مستوى اسوق على جناح الهوى واسوق على حد السيوف واضرب فرامل على الهوى الاقيني طاير في الهوى عالاسم تحدفني الظروف معرفش ليه طلبي ذاتي انا اصلي عايش بالتكال واحب اكلها من حلال لو ما معيش لازم اعيش لو حتى سوق وسط الجبال حاول يا دنيا ما الزكي عشان زكي وامي زكي انت يا دنيا تضحكي وامشي في شوارع الزكي وادوق اوانس والزكي وانا اصلي محروم السفر اصبر تنول كل المنى كل ما انت سواك معتبر لكن ساعات تحصل حاجات ومحتاجات في الخلق دايما بتعطى وغصب عني بيمص دمي غصب عني بيمص دمي ولاقيني داخل في خناقات والبس كمان لبس الغجر وان جيت كده ولا كده عالاسم يحدفني القدر ولا حد يسأل عن زكي ولا حد يسأل عن زكي ولا حد يسأل من زكي يا ريت ما كنت في يوم زكي ولا حد يسأل عن زكي ولا حد يسأل من زكي يا ريت ما كنت في يوم زكي ولا حد يسأل عن زكي ولا حد يسأل من زكي ما كنت في يوم زكي ولا حد يسأل عن زكي ولحد هنا انتهت حكاياتك مع دنيا السواقة؟ تمام سيادتك، بعد موضوع التسول ده وخروجي من السجن قعدت في البيت لا شغلة ولا مشغلة لحد دلوقت. وشطة اللي بتحبها لسه زعلانة منك؟ لا اتصالحنا خلاص والمية رجعت لمجاريها بس برضو لا قادر اجيب لها شبكة ولا قادر ادفع لها مهر لحد دلوقت. تعرف يا زكي مغامراتك اللي بتقولها لي دي لما انشرها هتشد القراء جامد جدا. بس المهم حضرتك توفي بوعدك وتشغليني عند صاحبتك اللي قلتيلي عليها. فكرتني تصور انها لسه مكلماني وطالبه مني سواق لعربيتها. لا ابوس ايدك سواق لا شوفي لي اي شغلانه تانيه غير السواقه. انا جوزي عنده شركه استيراد وتصدير وكان ممكن اشغلك عنده. وحضرتك متجوزه؟ ايوه يا زكي متجوزه
بس الشركة بتاعت جوزي بتمر دلوقتي بظروف مادية صعبة جدا، ومعتقدش انه هيقبل يزود العمالة عنده. خلاص شوفي لي بقى حضرتك شغلانة السواقة دي وامر لله. ايوه بس على الله هي ما تكونش اتصرفت وجابت سواق. جابت سواق مين؟ يلا بينا نلحقها. استنى بس، استنى عايزاك في حاجة قبل ما تمشي. خير يا هن. بص يا زكي، دول 5000 جنيه انا كنت رايحة احطهم الصبح في حسابي في البنك، بس انا شايفة ان انت اولى بيهم. استني بس. من غير بس، دول تاخدهم مني على سبيل السلف، وتجيب لي شطة الشبكة اللي هي عايزاها، ومامتها تدفع لها المهر اللي هي طالباه. ايوه لكن. من غير لكن، انا مش محتاجاهم دلوقتي، انت اولى بيهم. معقولة يا ناس؟ معقولة لسه في الدنيا ناس طيبين بالشكل ده؟ الدنيا لسه بخير يا زكي. يلا بقى، يلا قبل ما هي كمان تمشي. يلا بينا. ايه الشياكه اللي انت فيها دي يا زوج الحبيب؟ جرى يا رب ابو هانم، احنا مش متفقين ان احنا نخرج نتغدى بره، ولا حضرتك رجعت في كلامك؟ لا رجعت في كلامي. يعني ايه ده؟ انا النهارده اخدت اجازه مخصوص من الاجزخانه عشان حكايه الغدا دي. طب يلا غيري هدومك علشان نلحق نخرج بسرعه. الا قولي بعد الغدا حضرتك هتوديني فين؟ هنروح السينما من 6 لـ 9. كويس، وطبعا بعد السينما هنيجي مع بعض على هنا عشان نسهر سوا، صح؟ لا طبعا مش صح، لان السينما هتخلص الساعه 9 مساء ويدوب. ايوه ويدوب ساعتها تروح بيتك الثاني عند مراتك راندا، مش كده؟ جرى يا رباب، مش هو ده كان اتفقنا من نهار ما اتجوزنا من 15 يوم؟ ولا انت نسيت الكلام ده؟ بالليل اروح ابات عند راندا، وبعدين اصبح اروح شغلي، افضل في شغلي لحد الساعه 3، اجيلك بقى بعد الساعه 3 اقعد معاكي ونتغدى سوا لحد الساعة 9 مساء، ومن 9 تروح تبات هناك عند مراتك وترجع لي تاني يوم على الغدا العصرية وهلوم جرة. مش ده كان اتفاقنا يا حبيبتي؟ خلاص يا كريم، أنا زهقت من الاتفاق ده، أنا بحبك عايزاك ليا لوحدي وبس. وأنا بقى لو ما كنتش بحبك وبموت فيك كمان كنت اتجوزتك على مراتي بنت العيلة الغنية اللي أبوها مليونير. قصدك يعني إن أنا فقيرة وبنت ناس كحيتي؟ لا لا يا حبيبتي أنا ما أقصدش، انا اقصد يعني ان الرشيس بتاع العيله بتاعت مراتي ما منعونيش ان انا افضلك واحبك واتجوزك. وانت كمان ما تنساش ان راندا صاحبتي الانتيم، ولولا اني بحبك وبموت فيك ما كنتش رديت ابدا اتجوزك واخدك منها. طب خلاص بقى ما تزعليش عشان خاطري. عارف يا كريم، لو ما كنتش بحبك وبموت فيك كنت موتتك. مين بقى اللي هيجي لنا الساعة دي؟ كناش عرفت. ها اروح اشوف مين؟ يلا اوام علشان نلحق نخرج. اوام يلا. ايوه ايوه اللي على الباب. هاي رباب ازيك؟ راندا ازيك؟ راندا وحشتيني. وانتي كمان وحشتيني، انتي مالك مضطربة كده ليه؟ ابدا مفيش، اصل اول مرة يعني تيجي زوريني ببيتي، احنا متعودين دايما نتقابل بره. المرة دي متعمدة اجيلك عشان جايبالك معايا يا زكي. مد ايدك سلم على الدكتورة يا زكي. اهلا دكتورة. أهلا بيك. أهلا أهلا، نحب بس نتعرف. أنا يا فندم زكي أبو نواس، مصر الجنسية ووسائط ابتدائية وسواق للعربية. رباب أنت هتفضلي موقفانة على الباب كده؟ أسفة اتفضلوا بيت بيتكم، ارتاحوا يا جماعة. تعالى يا زكي. طب ثانية واحدة راجعلكوا على طول، ارتاحوا يا جماعة. أنت مش ملاحظة إنها مش طبيعية؟ آه واضح إنها مش طبيعية. خليك هنا ما تطلعش بره. في ايه يا رباب؟ وطي صوتك، مراتك بره. راندا راندا وطي صوتك. الو ايوه يا سعاد، انا الدكتوره رباب. اسمعي انا مش هقدر اجي الاجزخانه النهارده، خليكي عندك ما تتحركيش، ما تسيبهاش لوحدها. مع السلامه. عشان خاطري خليك هنا، مراتك تشوفك تعمل لي فضايح، انا مش عايزه فضايح في بيتي. غريبة دي، أول مرة راندا تعملها وتيجي هنا، يا ترى ليه؟ وعلى كده أنت بقى سواق شاطر يا زكي. طبعا يا ست هانم، أنا سواق بريمو، أنا مولود سواق. مولود سواق إزاي يعني؟ حضرتك أنا لما نزلت من بطن أمي حودت يمين علشان أخويا لما ينزل بعد مني يحود شمال. مش قلتلك يا رباب دمه خفيف موت؟ فعلا
ويا ترى بقى يا زكي اخوك بيشتغل سواق زيك؟ لا اخويا ما بيشتغلش، ما ينفعش يشتغل عشان مات، وانا دلوقتي عايش مع امي واختي الصغيره. ربنا يخليهم لك يا زكي. عموما انا مشاويري محدوده جدا، كل يوم هتيجي توديني الاجزخانه وترجعني هنا على البيت. وراها انتوا هتستقطعوني ولا ايه؟ ما هو مشوار واحد تجيبي كل الادويه اللي حضرتك عايزاها وتخلصي مره واحده. لا ما انا ما بروحش الاجزخانه عشان اشتري ادويه. واف قولي كده عشان تاخدي حقني. يبقى زي ما قلت لك بالظبط. على العموم ربنا يشفي يا ست هاني. يا زكي يا زكي افهم، الانسه رباب صاحبه صيدليه، يعني الاجزخانه دي تبقى بتاعتها. طب مش تقولي كده يا ست هانم، اهو انتوا كده بقى نورتوني. هو انت مدينا فرصه نتكلم؟ ده انت من ساعه ما دخلت هنا وانت لولو لولو عمال ترغي كتير. احب انبهك لحاجه مهمه. تحت امرك يا هانم. انا ما بحبش الرغي والكلام الكتير. احب انبه حضرتك لحاجه مهمه، انا عايز اسال سؤال. وكمان ما بحبش الاسئله الكتير، يعني ما بحب السين والجيم دي. غريبه. غريبه ليه؟ مع انك دكتوره حضرتك، يعني شغلك كله قائم على السين والجيم، يعني فيتامين سين وفيتامين جيم. مش قلت لك دمي خفيف؟ غلط يا رباب غلط. وطي صوتك ما تزعقش. مش بتقول ان هم خلاص مشوا؟ ايوه مشوا، لكن ما احبش حد ابدا يعلي صوته عليا بالشكل ده. وانا بعلي صوتي عليك ليه؟ مش غلطت يا رباب؟ غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ انك وافقت تعين السواق ده. ما انت عارف يا كريم ان انا سواقت ضعيفه بدور على سواق. كان ممكن يا رباب بمنتهى البساطه تدوري على اي سواق تاني غير ده. وماله زكي؟ ده يعرف راندا يا رباب، يعني لو شافني هنا هيروح يقول لها انا شفت جوزك عند صاحبتك. ومين قال لك بقى ان زكي يعرف ان انت جوز راندا يا حضره الناصح النبيه؟ ايه صحيح فاتتني دي. اسمع يا كريم، لو انت بتحبني فعلا وعايزني افضل مراتك وعلى ذمتك، يبقى تطلق راندا وفي اسرع وقت ممكن. الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا رباب. ده اخر كلام عندي. وانا بقى مش هطلقها. خلاص تطلقني انا وفورا. يا رباب فهميني ارجوكي، في سر خطير مخليني مرتبط براندا لحد النهارده، بالرغم انها ملهاش دلوقتي اي مكان لا في قلبي ولا في عقلي. سر؟ ايه هو السر ده؟ اتكلم. هتكلم بس الاول تغير هدومك علشان نخرج نتغدى سوا، واحنا بنتغدى احكي لك على كل حاجه. ارجوكي. مبروك، الف مبروك يا سوسن. الله يبارك فيك يا ماما، ما تتصوريش كانت فرحتي قد ايه لما عرفت اني نجحت وجبت 92%. كان عندي احساس اني عندي جناحين وعايزه اطير في السماء. ده اخوكي زكي هو اللي هيطير من الفرحه لما يعرف ان انت نجحتي وجبتي المجموع ده. ام زكي، سوسن، باركولي، هنوني، تعال انت بارك الاول لاختك. رحتي وجبت 92%. اختي حبيبتي يا لعبت. الله يرحمك يا ابا، الله يرحمك. كان نفسي يعيش لغاية ما يشوف سوسن متخرجة من كلية الطب وبتشتغل محامية كبيرة. ايه ده؟ هو اللي عايز يشتغل محامي يروح كلية الطب؟ جرى يا اما، ابويا اللي كان فاهم كده، ما انت عارف علامه كان على قده، يا دوبك خرج من كيجي ون. ما قلتليش كنت عايزنا نبارك لك على ايه؟ عشان انا هخطب شطة. وهتلبسها شبكة؟ امال يعني هلبسها قضية؟ هنزل دلوقتي اشتري لها الشبكة. وجبت الفلوس منين يا زكي؟ ياما ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. تحب أجي معاك وأنت بتنقي الشبكة؟ لا أختي حبيبتي خليك أنت، أنا هنزل بنفسي أشتري الشبكة، بس أنت انصحيني أشتريها إيه؟ أحسن حاجة تجيب لها ذهب بندقي. بندقي؟ بندقي إيه وفستقي إيه؟ وأنا رايح أجيب لها كيس مكسرات. اسمع بس الكلام اللي بقول لك عليه. يعني أروح للسايغ وأقول له إديني الشبكة بندقي؟ دهب بندقي. ودي تبقى غاليه يا بنتي. طبعا يا ام غالي، بتقول لك بندقي. انت عارفه كيس المكسرات دلوقتي بقى بكام؟ وبعدين انا لسه ورايا مصاريف كتيره، مش عايزه ابعت زي القرشين لسه في مهر وخلافه. يعني مش هتجيب دهب بندقي يا زكي؟ لا انا هروح للسايغ واقول له اديني دهب ترمسي. من حوالي اسبوع تعرضت لهزه ماليه عنيفه نتيجة عملية استيراد أنا قمت بيها. عملية كانت كبيرة شوية وللأسف العملية خسرت مني على الآخر وخسرت ملايين. كنت هفلس وأقفل الشركة نهائيا. من أسبوع؟
يعني بعد ما اتجوز؟ اه، بس ما لقيتش حد يقف معايا في الموقف السخيف اللي انا تعرضت له ده غير والد راندا. حكيت له الموضوع، الراجل من نفسه سلفني 3 مليون جنيه، وانا طبعا كتبت له شيك بالمبلغ على اساس لما الشركه تقف على رجليها تاني ابقى ارجع له فلوسه. وطبعا حضرتك سبت له تاريخ الشيك مفتوح. اه، ما انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه غير كده، وبعدين ما كانش منطقي او طبيعي ان انا اعرف راندا الحكايه دي، لان روحي في ايد ابوها ممكن يسجنني بالشيك اللي معاه في اي وقت. معنى كده ان هيبقى الوضع كما هو عليه لحد ما حضرتك تحوش الثلاثة مليون جنيه وتسددهم له، مش كده؟ ما انا ما قداميش حل تاني يا رباب. انا بقى مش هقبل على كرامتي ان افضل في الوضع ده. يعني ايه؟ يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف يا كريم. لا 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 يا رباب، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك حبيبتي. انا كمان بحبك، بس على رأي ام كلثوم اصون كرامتي من اجل حب. طب انا اوعدك ان انا في خلال اسبوع واحد هكون لقيت حل المشكلة اللي احنا فيها دي. خلاص حضرتك مش هتشوفني في الاسبوع ده، انا هروح اقعد في المقطم هناك عند خالي في الفيلا لحد ما حضرتك تحل مشكلتك وتبقى تبلغني بيها. باي باي. ما هو شوفي لك حل بقى يا معلمه سماسه. في ايه يا واد؟ في بنتك شطه. مالها شطه؟ ما هو زي ما انت شايفاني كده عمال اخدم على زباين القهوه كلها وهي واقفه بره بتتكلم وتضحك مع الجدع اللي اسمه زكي. يا دي اللي اسمه زكي ده اللي مش هنخلص منه، هو حد ضايق علينا بيه ولا ايه؟ زغرتي زغرتي ياما زغرتي. ازغرت على ايه يا روح امك؟ زكي زكي واقف بره، وقفت الميه في زوره، وده بقى اللي عايزاني ازغرت علشانه. حق بطلوه ده واسمعوه ده. اسكت انت يا قرد قطع، ويلا غور غور روح شوف شغلك يلا. اديني رقايه. اخص عليكي ياما بقى، بقول لك زغرتي تقومي ما تزغرتيش. وزغرت على ايه يا بنتي يا مكوسه؟ ما تفهميني. زكي واقف بره وجيبه عمران بلب وزداني. لا بتمن الشبكه والمهر بتوعي. ما صدقش. لا صدق ياما، ده انا شفت بعناية مع رزم فلوس قد كده. وجابها منين الرزم والفلوس اللي قد كده؟ احنا مالنا بقى جابها منين؟ المهم ان هو مستنيني بره دلوقتي عشان نروح نشتري الشبكه. وهيلبسها لك امتى؟ الليله الليله ياما، الليله عيد الليله عيد الليله الليله عيد. اهو ده بقى اللي ما صدقوش ان زكي المنحوس الموقوس يبقى معاه رزم وفلوس. الجدعان الجدعان سلام للجدعان. العريس العريس زكي ابو النواس. زكي ابو النواس سلام لزكي ابو النواس. انا ماما ام العريس واخت العريس فراولة واناناس. سلام لفراولة واناناس. واجدع سلام للصحفية راندا اللي مشرفة الليلة دي. وسلام جامد قوي لخطيبتي شطة اللي أحلى من الماس. وسلام سلام قولا من رب الرحيم. وسلام لسماسم اللي شبه الولاس. بتقولي حضرت خطوبة زكي ابو النواس امبارح يا رندا؟ ايوه يا عمي، وكانت ليلة تجنن. هو حضرتك ما جيتش ليه؟ هو جالي وعزمني بصراحة، بس انا ما قدرتش اروح امبارح لان كان عندي مأمورية وكان لازم اقوم بيها. بس انا فهمت منه انك انت شغلتيه سواق عند واحدة صاحبتك اسمها رباب باين. ايوه يا عمي مظبوط. يا رب يا رب ثبت رجليه في الشغلانه ده اهي، وما تنتهيش به الامور ان هو يروح القسم زي عوايده. على الله يا عمي. المهم انا جاي لحضرتك بدعوه موجهها لك والدي العزيز. دعوه قضائيه؟ لا يا عمي طبعا، دعوه ترفيهيه. اه خير ان شاء الله. بابا عامل حفله بمناسبه افتتاح الفرع الجديد لمصنعه، وعازم فيها كل اصحابنا وحبايبنا.
وطبعا حضرتك على رأس قائمة المدعوين. وأنا طبعا قبلت الدعوة، ولما تشوفي بابا قولي له أخوك بيقول لك ألف مبروك على افتتاح الفرع الجديد، وحيكون أول الحاضرين في هذه الحفلة، بس هو يزود عيار اللحم حبتين. أنا جيت يا دكتورة. أهلا يا زكي. تحب أروح على سعادتك دلوقتي؟ معقولة وهنسيب الأجزخانة لوحدها؟ استنى شوية، سعاد زمانها راجع، أصل أنا بعتها في مشوار وزمانها جاي. ألو. أيوة يا كريم. الحمد لله، كويسة أوي. لو سمحت يا دكتورة عايز أصرف الروشتة دي. أنت مش شايفني بتكلم في التليفون؟ يا دكتورة أنا مستعجل، عايز أروح بيتنا في شبرا. ثانية واحدة، خليك معايا يا كريم، وريني يا سيدي الروشتة. الدواء ده ب 22 جنيه. 22 جنيه؟ ثانية واحدة. 22. اتفضلي. شكرا، من فضلك يا زكي. نعم. شايف إزازة الدواء الزرقاء اللي في آخر الرف دي اللي فوق؟ أيوه. هاتها وناولها للأخ ده. من عناية. ها. أيوه يا كريم، أنا معاك. وحشتيني. وحشتيني قوي يا رباب. طب ارجعي. ارجعي البيت بس وانا هنفذ لك كل طلباتك. لا مش بكلم من الشركة، انا بكلم من هنا، من عشنا الحلو الجميل اللي انت اجرتيه. هترجعي يا رباب؟ ها قلتي ايه؟ لما تنفذ الاول اللي قلتلك عليه وتطلعها بارجع البيت. انا ماليش دعوة بكده. فضل الدواء بتاعك. الدواء بتاعي وانا اعرف منين انا الدواء ده بتاعي؟ تعرف منين؟ ليه بتعرفش تقرا؟ انا جاهل امي بعد عنك، لا بعرف القرايه ولا الكتابه، تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا لفيت على كل جزخانات شبرا عشان الاقي الدواء ده وما لقيتوش. مش معنى جزخانات شبرا، ما انا من دوران شبرا، لو سالت عليا هناك قول لهم فين عبد الدغف، الف واحد يقول لك اهو. طبعا دغف عشان مش عارف تقرا. يلا يا دغف. طب اقول لك ايه؟ نعم. نجيب الحلاوه. حلاوه ايه؟ مش دفعت الفلوس. اوعى يا عم الدواء. اوعى. انا قلت لك على كل شروطي يا كريم ومش هرجع في كلامي تاني. يلا مع السلامه. هيا زكي، اديت للراجل الدواء اللي قلتي عليه يا دكتوره؟ اديت له، بس ما طلعش ازرق زي ما قلت، طلعت العلبه خضره. خضره؟ خضره ازاي يعني؟ اهو اللي في الرف ده. وريني انت اديت له ايه. اديت له اختي دي بالظبط. يا خبر السويت، انت اديت له الدواء ده؟ ايوه. ده مبيد سام للحشرات. يا نهار، مش فايت الراجل ده لو خد من الدواء ده هيتقلب في ثانيه. المصيبة بقى انه لا بيعرف يقرا ولا هيكتب، يعني مش هيقرا الروشتة قبل ما ياخده. مصيبة ايه؟ ده انا اللي رحت في 60 مصيبة. لا لا ما تقلقيش يا دكتورة، هو قال لي على عنوانه. ايوه، دوران شبرا، دوران شبرا الاجزخانات، اسأل عليا عبده الدغف. يعني عارف عنوانه؟ ايوه. مستني ايه؟ يلا بينا. يلا بسرعة. انا جيت يا دكتورة، خليك هنا يا سعاد، انا رايح مشوار وجاي على طول. انت هتلغي؟ يلا يلا. يلا استنوا بسرعة بسرعة عشان نلحق الراجل. اتفضلي. وهي دي المشكلة. طب هنوصل له ازاي؟ اقول لك انا هعمل زي يوسف وهبه ما عمل مع عماد حمدي ومديحة يسري في الفيلم. هتعمل ايه؟ مين حاجة؟ ثانية واحدة. من حكم دار القاهرة إلى المواطن عبد الدغف. من حكم دار القاهرة إلى المواطن عبد الدغف. لا تشرب الدواء. لا تشرب الدواء. الأجزخانة بها سم قاتل. مش الأجزخانة اللي فيها سم، الدواء هو اللي فيه سم يا زكي. لا تسمع كلامي، لا تسمع كلامي، الدواء هو الذي به سم قاتل. من حكم دار القاهرة إلى المواطن عبد الدغف. ها
الحمد لله ان احنا لحقنا الراجل على اخر لحظه قبل ما يشرب المبيد الحشي. الحمد لله. ارجوك بقى يا زكي روحني احسن، انا خلاص حاسه ان هموت من كتر التعب. تعبانه؟ لا تشربي الدواء. لا خلاص الحمد لله لحقناه. على فيلا المقطم برضو ان شاء الله. اتفضلي يا هاني. اي خدمة تانية يا دكتورة؟ ايوة انا عايزك دلوقتي تروح حالا على شقتي اللي كنت فيها قبل ما تغضبي. ايوة هي. ايوة وعلى ايه الغضب؟ مفيش داعي تزعلي انت وجوزك مع بعض، انتوا خلاص بوسوا على راس بعض. وانت ايه دخلك بس يا اخي بالامور الشخصية دي؟ انا غرضي مصلحتك يا بيت. بيت يا ست، يا ست هانم من فضلك يا زكي ما تتدخلش في اللي ملكش فيه. حاضر تحت امرك. زي ما قلت لك هتروح حالا على شقتي تقابل الاستاذ كريم جوزي وتقول له ما تتصلش بالدكتوره رباب تاني في الاجزخانه لانه كان سبب في المصيبه اللي هتحصل النهارده. في دي عندك حق، مكالمته ليكي لهاكي وخلاني اديت للراجل الدواء غلط. المهم دلوقتي تلحقه قبل ما يروح بيته التاني. هو له بيت تاني؟ وانت مالك يا اخي؟ وصحيح انا مالي، ده ايه السقاله اللي انا فيها دي؟ ده انت انسان غريب بشكل يا ساتر. فعلا انا انسان غريب. والله الدكتوره دي انا شاكك في قواها العقليه. سام غريب قال طيب 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 في ايه يعني؟ مساء الخير يا باشا. اهلا مساء النور. مش حضرتك برضو الاستاذ كريم؟ كريم؟ كريم ده ايه؟ والله الدكتورة قالت لي روح للأستاذ كريم، بس ما قالتليش كريم شنطي ولا كريم حلقة. لا غلط يا أستاذ، أنا اسمي الأستاذ كريم بفتحة على الكاف مش بكسرة الكاف. ما تأخذنيش حضرتك بالفتحة مش بالكسرة، اللي ما يعرفك يجهلك. أفندم عاوز إيه؟ والله الدكتورة رباب بعتني لحضرتك برسالة. فين هي الرسالة دي يا ابني دهاني؟ لا هي رسالة لسانية مش كتابية. تعال خش اتفضل. ممكن بقى تقول لي بقى ايه هي بقى الرساله اللسانيه دي؟ والله يا فندم الدكتوره رباب بتبسك اشواقها وتحياتها واشواقها. كويس كويس جدا. وبتقول لك يا غيت تبطل غلاته وما تتصلش بيها في الاجزخانه تاني لا تيجي وتضربك على قفاك. ايه قله الادب دي؟ افهم. والله يا فندم ما على الرسول الا البلاغ. لكن ما قلتليش انت تطلع ايه بالظبط؟ انا زكي يا فندم، زكي فتح على الزال مش زكي، زكي ابو النواس. انت بقى السواق الجديد اللي بعتتك رندا للدكتوره رباب. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الاستاذه رندا؟ لا انا ما اعرفش الاستاذه رندا دي خالص، لكن يمكن اكون سمعت عنها من الدكتوره رباب. خساره انك ما تعرفهاش. وخساره ليه بقى؟ استاذة رندا ادب ايه وجمال ايه وحلاوة ايه وشياكة ايه واخلاق ايه وكرم ايه. تصور سعادتك انها دفعت لي المهر والشبكة بتوع خطيبتي. يا سلام للدرجة دي؟ واكتر يا فندم، بقول لحضرتك ملاك نزل من السماء. هو انت تعرف رندا دي ساكنة فين؟ والله يا فندم انا اعرف انها متجوزة، بس متجوزة مين ما اعرفش، واعرف انها ساكنه بس ساكنه فين ما اعرفش. هو حضرتك عايز العنوان دي؟ لا يعني ده كان مجرد دردشه. وعموما احنا متشكرين قوي اخ زكي، شرفتنا. زكي زكي قصدي زكي، زكي بالفتحه مش بالكسره. ما تنساش حضرتك بقى علشان ابلغ الدكتوره رباب بان انا وصلت لك الرساله.
حاضر يعني الرساله وصلت متشكر جدا ومش هتصل بيها في الاجزخانه ومش هغلس عليها. ايوه ما تغلس عليها وما تتصلش بيها لانها كانت هتروح بسببك في 60 داهيه. خلاص مع السلامه. عارف المكالمه بتاعتك؟ ايوه عطلتها ولخمتها وما خليتهاش تركز وكان في راجل مسكين هيروح في داهيه بسببك. شكرا خلاص مع السلامه. العفو علي احنا اخوات. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. ما تنساش. خلاص مساء الخير يا رند. مساء الخير يا كريم. احنا بقينا نص الليل، ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ معلش انا يا دوب لسه مخلص شغل في الشركه. انت مش ملاحظ انك بقيت تتاخر في الشغل جدا على غير عادتك؟ ما انت عارفه يا رندا الظروف الصعبه اللي بتمر بيها الشركه بتاعتي ولازم اشتغل كتير عشان اقدر اوقف على رجليها من تاني. طيب يا كريم ربنا يقويك. انت بتعملي ايه؟ بحضر في الريبورتاج اللي هنزله في الجريده الاسبوع ده. طيب كويس كملي انا داخله انام. تحب احضر لك عشاء؟ لا شكرا مليش نفس. طيب احنا معزومين بكره عند بابا في الفيلا على العشاء. بمناسبه ايه؟ اصله عامل حفله بمناسبه فرع مصنعه الجديد اللي فتحه في 6 اكتوبر الاسبوع ده. مبروك الف الف مبروك. انا داخل انام. تصبح على خير. قلت لك مش راجعه البيت يا كريم الا لما تطلق رندا مراتك وتبقى جوزي لي انا لوحدي وبس. ليه بس كده يا رباب؟ طب ده انا النهارده بقى جاي ابلغك ان انا لقيت خطه هقدر انفذها واخد الشيك اللي واخده عليا حمايه ابو 3 مليون جنيه وبالشكل ده اقدر اطلقها من غير ما ياخدوا اي اجراء ضدي. وايه هي بقى الطريقه اللي حضرتك هتقدر تسترد بقى الشيك؟ لا خطه بقى انا رسمتها في دماغي وهنفذها الليله دي. خلاص لما تنفذ الخطه وتلاقيها نجحت وتطلق رندا مراتك ابقى قول لي عشان ارجع البيت. طب تقدري تقولي لي زكي السواق فين؟ انت عاوز ايه من زكي؟ ايه اللي عاوز ايه من زكي؟ زكي ده هو اللي هينفذ الخطه معايا. مش فاهم. مش مهم تفهمي، المهم ان زكي دلوقتي هيجي يوصلك، واخد بالك؟ اول ما يوصلك تقولي له انه يجي لي على البيت على طول، والا كل اللي انا رسمه يبوظ، فاهمه ولا مش فاهمه؟ وادي الفاكهه يا ابو الزيك عشان تحلي بقك بعد الاكل. كمان فاكهه؟ انا مش عارف اقول لك ايه على الكرم ده كله. لا كرم ايه يا راجل، ده حاجه بسيطه. في الحقيقه انا امبارح بعد حضرتك ما شرفتني عرفت انك على وش جواز، فقلت لازم اقوم معاك بواجب كبير قوي تتبسط منه، وبالفعل عديت على الدكتوره رباب في الاجزخانه وقلت لها اول ما تشوفي ابو الزيك ابعته لي على هنا فورا. قالت لي اول ما قالت لي جيت على طول. يا اهلا وسهلا، وانا هقوم معاك بواجب كويس جدا يا ابو الزيك ما تحلمش بيه. واجب ايه يا فندم اكتر من كده؟ ما الواجب مرطرط على الترابيزه اهو. لا الواجب اللي مرطرط على الترابيزه ده واجب الضيافه، لكن انا عايز اعمل معاك واجب لانك على وش جواز. اتفضل اقبل مني ده. ورقه لحمه؟ لا دي مش ورقه لحمه، الظرف ده جواه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ اقعد يا ابو الزيك وقفت ليه؟ 1000 جنيه على شاني انا؟ ده اقل واجب يا ابو الزيك. الحقيقه بقى انا كان الود ودي ان انا ادي لك 50000 جنيه علشان تشتري بيهم بقى شقه حلوه تقعد فيها انت والعروسه. 50000 جنيه عشان انا؟ و60 كمان يا ابو الزيك. بس بقى لو تقدر تساعدني في تنفيذ المهمه اللي انا طالبك علشانها، بالك هدي لك كام؟ 100000 جنيه نقدا وعدا. وايه المهمة ساعة البيع؟ انا عينيا ليك. بصراحة يا ابو الزيك انا متجوز واحدة تانية غير الدكتورة رباب. ايوه عشان كده لما رحت للدكتورة رباب قالت لي الحق الاستاذ كريم قبل ما يروح البيت التاني، وانا ما كنتش فاهم يعني ايه البيت التاني. ايوه اهو البيت التاني ده بقى قاعدة فيه مرات التانية، بس بصراحة بقى ما اخبيش عليك يا اخ زكي، ست مادية وجشعة، وعارف متجوزاني ليه؟ علشان فلوسي وثروتي. الله متجوزها ليه؟ قدر ومكتوب. خلاص طلقها. مقدرش. ليه؟ ما هو ده مربط الفرس، باباها
كان عرض عليا ان انا ادخل معاه في مشروع تجاري كبير جدا جدا جدا. كتبت له شيك بنصيبي في المشروع. عارف الشيك ده بكم؟ 3 مليون جنيه قيمه حصتي في المشروع. يا ابن الحرام 3 مليون جنيه؟ 3 مليون جنيه يا ابو زيك. وطبعا علشان اعرف اطلقها واخلص منها لازم اتلايم على الشيك ده في الاول. وهو لسه ما صرفوش؟ لحسن الحظ لسه ما صرفوش لحد دلوقتي. بس بصراحه يعني جيت اعرض عليه يعني ان انا اخد منه الشيك رفض. طيب حضرتك يعني هتاخد منه الشيك ازاي؟ انا الحقيقه يعني راسم في دماغي خطه ما تخرش الميه، بس محتاج لواحد ابن حنت زيك يساعدني فيها. انا ابن حنت؟ عينيا ليك يا سعاده البيه. لو تقدر تساعدني ان انا اتلايم على الشيك ده بالك هديلك 100,000 جنيه نقدا وعدا. 100,000 جنيه نقدا وعدا؟ عيدهم امتى دول؟ انا لو معايا 100,000 جنيه اتجوز شطه من بكره واركب طياره واخدها نقضي الشهر العسل في اوروبا. طبعا لا، في جبين القناطر اليوبيه بلدنا. ابو المكارم يا بطل. اهلا 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 رشدي يا حبيبي. الف مبروك، عقبال ما تفتح الفرع العاشر ده مصنعك يا حبيبي. لا يا حبيبي، كفايه عليا الثلاث فروع وبس. مش عايزين حد يحسدنا يا سياده العميد بقى. لا ما تخافيش على جوزك يا مدام، ده اخويا وانا عارفه، ده ضد الحسد والنقص. بابا. ايه يا رندا في ايه؟ حضرتك واقف مع ماما ومع عمي وسايب بقيه الضيوف من غير ما ترحب بيهم. فاتتني دي طبعا. اذنك يا رشدي. اتفضل. انت مش غريب يا اخوي. براحتك. استاذه في فن الذوق والضيافه والكياسه. ربنا يخليك يا عمو، ده من ذوقك. ايه يا رندا، جوزك اتاخر ليه لغايه دلوقتي؟ هو بيتاخر في الشغل بس هو وعدني انه جاي. دي الفيلا بتاعت الاستاذ ابو المكارم حمايه. جاهز عشان تنفذ اللي احنا اتفقنا عليه؟ جاهز يا باشا. مالك شكلك خايف يعني؟ لا مش خايف ولا حاجه، بس تفتكر اللي انا هعمله ده ما يبقاش سرقه ولصوصيه. تخن تخن. انت هتقوم بعمل جليل، هتقوم بعمل نبيل، وبعدين هترجع للشيك الراجل واخده عليا بدون وجه حق 3 مليون جنيه. وبعدين ما تنساش ال 100,000 جنيه اللي انا موعدك بيهم. ودي حاجه تتنسي يا بيه؟ ده هي دي اللي مخلياني فاكر لما حد بياخد مني ربع جنيه انسى اسمي ولا انساش ربع جنيه. يبقى متفقين يا ابو زيك. بص بقى، انت هتستناني وتلف من ورا الفيلا، وانا هخش دلوقتي على طول، واول ما اديلك الاشاره من الشباك اللي في البلكونه بالمنديل على طول تروح مجهز نفسك، تروح طالع على المواسير وتنط على الشباك اللي انا شاورت لك منه، وتكون مجهز مسدس الصوت معاك والباقي انت فاهمه كويس بقى. فاهم يا بيه. شد حيلك يا بطل، شد حيلك يا شهم، شد حيلك يا شجاع. ايوه. يا رب يجيب العواقب سليمة يا رب. كريم، ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ دي الحفله قربت تخلص. ما انت عارفه يا رندا. عارفه يا كريم، هتقول لي الشغل. هو بابا فين عشان ابارك له؟ بابا واقف هناك عند السلم اهو. طيب بعد اذنك هروح بقى عشان ابارك له لافتتاح فرع المصنع الجديد. مساء الخير. كريم اهلا وسهلا.
مساء الخير يا حماية العزيز. اهلا 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 يا كريم، ها تاخرت ليه كده يا راجل؟ انا يا دوب لسه مخلص شغلي وجيت لحضرتك على طول. الف الف مبروك لافتتاح فرع المصنع الجديد. الله يبارك فيك. طيب عن اذن حضرتك. ها اتفضل اتفضل يا محسن بيه. الشنطه العجيبه اللي انت شايلها دي، دي الشنطه اللي فيها الامانه بتاعت حضرتك، الثلاثه مليون جنيه. طب مستعجل ليه يا راجل؟ انا ما طلبتهمش. من غير ما حضرتك تطلبهم انا كان لازم اردهم لك بسرعه. ايوه بس صحش يعني تروح تستلفهم من واحد غريب علشان تردهم لي؟ كنت استنى لما شركتك تسترد عافيتها وبعدين حالتك الماليه ترجع زي ما كانت. الحقيقه يا حماية العزيز انا ما استلفتهمش، دي فلوسي انا. الحمد لله في الفتره الاخيره اشتغلت كتير وقدرت اعوض كل الخساره اللي انا خسرتها قبل كده، والحمد لله الاشياء بقت معدن. عال ده خبر سعيد قوي اللي بسمعه ده. انا متشكر قوي لنبل اخلاقك يا حماية العزيز، ودلوقتي حضرتك تقدر تاخد الفلوس وتسلمني الشيك بتاعي. طب ما تخلي الموضوع ده لبعد الحفله، باقي الحكايه كلها مش هتاخد اكتر من خمس دقايق. سعادتك تاخد الفلوس وتديني الشيك بتاعي. خلاص مدام مصمم تعال معايا. هو الشيك فوق؟ ايوه انا شايله في خزنتي في اوضه نومي. تعال ورايا. حاضر. دقيقه واحده يا كريم افتح الخزنه واطلع لك الشيك. براحتك يا حماية. ابو المكارم صاحب الحفله سابنا وراح فين؟ انا شايفاه يا عمو طالع من شويه مع كريم. وطلعوا فوق يعملوا ايه بس؟ مش عارفه يا ماما. طب انا استاذن منكم اطلع اسلم عليه فوق قبل ما امشي. تمشي فين يا عمو؟ هو حضرتك مش هتكمل السهره معانا؟ يا بنتي كان بودي، لكن زي ما قلت لكم اجلان مراتي عندها انفلونزا وخايف تفتكر ان انا ما صدقت سبتها وطفشت. اتفضل يا سيدي الشيك بتاعك اهو، كان مستخبي جوه الاوراق لكن لقيته لك. هتتحرك مكانه! ايه ده؟ هتتحرك! ده حرامي! يا ابو ليه! حرامي! خالص هتعالي صوتك على وضعك! حرامي! هات الشيك! اتفضل! هات! حرامي! وانت اديني الشنطة! لا! الشنطة دي لا! الشنطة دي فيها 3 مليون جنيه! لو ما جبتش الشنطة هموته! انت قالوا يا كريم يا ابني! هات صوتك! خد امسك الشنطة! ايه يا ابو المكان؟ العالي يا راجل يا اخويا! ايه؟ لا لا مفيش حاجة! بعد اذنكم! لا! دي حفلة تنكرية! استنى! خد مكانك لحد ما تقصص! خد مكانك! اوعى! خد مكانك! خد مكانك! هات اللي في ايدك ده! مين ده؟ ده حرامي لص كان عايز يسرق خزنة ابوكي، لولا ربنا كرمنا ولحقناه. طب المكارم انت كويس؟ الحمد لله. ايه اللي على دماغك دي؟ خلي الناس تشوف وشك العجن يا حرامي يا خايب. ايه لا؟ زكي ابو النواس؟ لا زكي الترباس اللي خضع لكلام الوسواس الخناس وخلع وسابني محتاس. انت يا زكي اللي جاي تسرقنا؟ لا يا ست هانم انا كنت فاكر اني جاي اعمل عمل نبيل، وبعدين ما كنتش اعرف ان المكان ده يخص حضرتك ولا يخص رشدي بيه اللي خيره عليا. الكلام ده مش هيشفع لك المره دي يا زكي، بعد ما ظبطتك بنفسي وانت في حاله شروع في سرقه. يعني ايه؟ يعني للاسف يا زكي المره دي انا اللي مضطر اخدك على القيس. الحمد لله انها الحلقة الأخيرة.
ماشي من غير رخصة ولا حد نصبت عليه. روح القسم عشان عشان سواج احيان وبوقي مفيش لسان بتصرف على نياتي ومليش في بلدكو مكان ولا حد اتحامى فيه. طب يلا معايا عالبس. طب اروحي اسمي ليه العمر في مرة سرق وهبش تسكن وهرب مظلوم والنعمة يا بيه. هتروحي القسم عشان عشان عايزين الجان وانا طيب مش شران وبجري ابي على عيلة امي في البيت عايزاني محتاجة تلاتة جنيه. طب يلا نروح الاسم. وانا روح الاسم ليه ضربت زبون من فد وسحبت رصيد من بنك وضربت عوافي عليه. طب روح الاسم عشان بهرب من البيت وفي مخي ترمبة زيت ده انا اي شغلة امسكها يطلع لي